دي كوارع. وماله؟ اهي برضو بترم العظم وتجري الدم في العروق الناشفة. هو اللي طلبها. ايوه، يعرف الاصول يا اختي. شفتيش عبد الهادي ده زمان؟ يا لهوي يا لهوي. يلا بس هو برضو دلوقتي يا اختي بقى عظمة كبيرة، تلاقيه كده محتاج حاجة تشده شدتين، تزقه زقتين. بس بقول لك ايه بقى يا ست البنات، انت بتعملي الاكل الحلو ده بايدك الكريمه، وقرص بقى من ده في الحله. ايه ده اللي اتفقنا عليه؟ سم سم ايه يا وليه؟ ليه ريا وسكينه ولا انا هسم عبد الهادي؟ خص عليكي. قدرة تتكسر على نافوخك، هتعملي اللي بقولك عليه، يا إما وحياة أبوك اللي محد يعرف وأخليكي تمشي في الحارة على إيديكي يا بنت النقرة. كله ده القتل. لما دخلتك بيت الشربيني كان عشان تمشي على هواية وتقولي حاضر ونعم، وتعلمي بعد كده وانتي بتتكلمي معايا تبقى عينك في الأرض. انتي عارفة سليلة اللي يقول لها لأ بعد حاضر يبقى بيرمي نفسه في جهنم. حلوة يا بلح يا مدمعة، شرفتي اخواتك الأربعة. تسلم ايدك. الله يخليك. يا سلام، بنبسط قوي لما بقعد معاكي. طيب انا لما بسمع كلامك ده بحس ان انا طايره من على الارض اطير. طب ده اللي عملته معايا ده نصره ما بعدها نصره. الله يخليك ليا، عليت مقام. الهي ربنا يعلي مقامك دنيا واخره. لا قول لي، والكلام اللي انت بتقوله لي ده يعني بتكبر بخاطرك؟